شيخ كنت مع احد الدعاة يعرض الاسلام على احد شخص رحنا عند نص ساعه في احصاء يومه وارسل لنا رساله كثير من الدين يعني نحن ندعم الارهاب وكذا فيوم اتصلنا عليه يعني رفض انه الفلبين يسمع الفلبين وده يسمع لكن رفض كثير بمرة لا يسمع انا ما كان الا المسلمين وكذا مرة ما هي مسلم لماذا نبي اقول انا ما اكل اموالي للمسلمين تقول؟ يقول ما اكل اموالي للمسلمين يقول الغير مسلمين يعني احسن احسن امامه احسن فرفض من يسمع مع انه الفلبين يعني كان وده يسمع الأخ يسأل عن رجل له عامل فلبيني أراد أن يسلم فمنعه كفيله ويقول كفيله لا أحب أن يسلم والكفار أحسن أمانة من المسلمين وهذا الرجل في غاية من الضلال والانحراف وهذا منافق خالص يرى أن الكفار أحسن أمانة من المسلمين وأعدل من المسلمين وهذا من جنود إبليس في الأرض يصد عن سبيل الله ويبغي الفساد في الأرض ويحول بين الناس وبين هذا الدين الحق هذا الرجل كاد أن يسلم ويحب الإسلام وهذا المنافق يحول بين العلماء وطلبة العلم والدعاء وبين هذا الرجل حتى لا يسلم وهذا نتيجة بغض للحق وحب للباطل ومن في قلبه مثقال ذرة من إيمان أحب لكل العالم أن يدخل في الإسلام ولا يجد في قلبي حرجا من ذلك قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل على هذا الدين وهذا المنافق يجاهد على صد الناس عن هذا الدين قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث القادة والعظماء شرقا وغربا يجاهدون في سبيل الله ويدعون إلى دين الله جل وعلا قد قال الله جل وعلا له أي لنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وهذا الأعمى يدعو على عمى وعلى ضلال ويصد الناس عن طريق الحق وعن الإسلام ومع هذا يتكلم بلسانه ويقول أن الكفار أحسن من المسلمين وقد ربما يقول مثل هذا ان دين الكفار احسن من دين المسلمين ومثل هذا يصحح دين الكفار يصحح دين المشركين يرى ان الاسلام دين غير نزيه اهل خونه دين الكفار دين نزيه اهل امنه مع ان الكفره هم اهل الخيانه وهم اهل الفجور واذا وجد من المسلمين من ليس بامين فهذا لا يحسب على دين الإسلام فإن دين الإسلام دين أمانة والأصل في أهل الإسلام أنهم أمناء وأن الله تمنهم على كل شيء وتحملوا الأمانة كما قال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صفات المنافق من إذا اؤتمن خان والإسلام يدعو إلى رد الأمانات إلى أهلها كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فإذا وجد انحراف فالرجل يحاسب بفعله وعلى فعله ولا يحسب هذا لكل المسلمين ولا يحسب هذا على أن هذا هو دين الإسلام كما أن الرجل إذا زنى
أو إذا شرب الخمر، فإن الإسلام يقيم عليه الحد، ولا يحسب هذا على أن كل المسلمين يفعلون هكذا. وإذا سرق من الرجل مال أو تكررت السرقة منه ناس مسلمين، لا يعني أن المسلمين موصوفين بهذه الصفات، فإن هذه حالات نادرة. وحتى لو كانت حالة ظاهرة، لا يحل للمسلم أو لرجل ينتسب للإسلام أن يقول بأن الكفار أحسن من المسلمين، أخشى أن يسلم يكون لصا كالأوائل، لأن هذا يطعن في الإسلام. هذا يعتبر أن الإسلام هو الذي يجرئهم على مثل هذه الأمور، وهذا أبله جاهل لا يفهم الإسلام ولا يعرف حقيقة الإسلام، فيجب تحذير هذا واستتابته وتخويفه بالله جل وعلا، ولا يحول بين هذا العامل وبين الإسلام، وإلا قد باء بإثمه إلى يوم القيامة، لأن هذا من دعاة الضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، خرجه مسلم في صحيحه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل رجل إلا كان على ابن آدم كفل من الإثم، لأنه أول من سنى القتل، وهذا أعظم، قد باشر الفعل، وذاك كان سببا، وهذا قد باشر فعل بنفسه. وقد قال الله جل وعلا: فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم سواها ولا خاف عقباها. فقولوا فعقروها، الذي عقر الناقة واحد، والبقية كانوا راضين أو مساعدين له، فذكر الله العقر عن الجميع فعقروها، لأن المتسبب في الفعل كالفاعل. قد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلته جميعا. وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه، لأن المتسبب في الفعل كالفاعل. وحكي هذا إجماع للصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب جماهير العلماء،